زيلينسكي يخاطب البرلمان النمساوي وسط احتجاجات داخلية وخارجية. رئيس حكومتي النمسا والسويد يتفقان على مكافحة مهربي البشر. وزيرة الخارجية السابقة: العقوبات على روسيا أدت إلى فقدان الثقة دولياً. صحيفة كورير تنشر صور إيواء لمرضى على الأرض في مستشفى أكها. توقعات معاهد البحوث الاقتصادية تشير إلى تعاف اقتصادي مرتقب في النمسا. ووفاة عاملي بناء في حادث مأساوي في فيينا بعد سقوطهما. تحية طيبة مشاهدينا، إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة على شاشة النمسا ميديا لهذا اليوم. أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي أمام البرلمان النمساوي اليوم أن بلاده بحاجة إلى دعم أوروبي أكثر لإنقاذ الأرواح في ظل الحرب الروسية المستمرة. وشكر زيلينسكي النمسا على مساعدتها، مؤكدا أن الحرب شاملة على شعبه، وقال أن الألغام والقذائف التي زرعها الروس ولم تنفجر تشكل خطرا على حياة المدنيين. ودعا زيلينسكي النواب النمساويين إلى زيارة أوكرانيا للاطلاع على الأوضاع هناك، وقد استغرق خطابه 10 دقائق، في حين غادر أعضاء حزب الحرية القاعة تظاهر آخرون أمام البرلمان بين مؤيد ومناهض. أكد المستشار النمساوي ونظيره السويدي في ستوكهولم على توافقهما حول قضية اللجوء والسعي لمواصلة الضغط المشترك على الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن التعاون المبني على الثقة يلعب دورا حاسما في مكافحة المهربين والتعامل مع قضية اللاجئين. وأشار نهامر إلى دور السويد كحليف قوي للنمسا، وخاصة أنها رئيسة مجلس الاتحاد الأوروبي. وأشار المستشار السويدي كريستورسون أن تنفيذ ضوابط الحدود الداخلية للاتحاد هي جزء من الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه القضية. And migration is obviously an area where our two countries have a lot in common. We work together very well and we understand each other's perspective very well. صرحت وزيرة خارجية النمسا السابقة كارين كنايسل بأن العقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى فقدان الثقة في المؤسسات الدولية. وأشارت في حديثها على قناة تي ار تي التركية إلى أن فقدان الثقة لا يمكن شراؤه، معتبرة أن الهدف الأساسي للعقوبات هو التأثير على روسيا، ولكن هذا الهدف لم يتحقق. وأضافت كنايسل أن العديد من الدول والأشخاص يخشون تطبيق نفس العقوبات عليهم في المستقبل. واجه مشفى أكها العام في فيينا انتقادات بعد نشر تقرير من صحيفة كورير عن إيواء المرضى على الأرض في الممرات. وأكد المستشفى أن الإجراءات غير معتادة ويتم بالتنسيق أو الإجراء غير معتاد ويتم بالتنسيق مع أقارب المرضى وفي الحالات الاستثنائية فقط، إلا أن المحامي الصحي جيرهارد كلينيك انتقد الإجراء لأسباب صحية وأخلاقية، حيث يهدف إيواء المرضى على الأرض لمنع سقوط المرضى الذين لديهم وضع خاص، ولكن اعتبر كلينيك أنه إذا حدث هذا بشكل متكرر فلا يمكن تحمله. توقعت معاهد البحوث الاقتصادية إيهاس وفيفو أن يتعافى الاقتصاد النمساوي من الأزمة الاقتصادية بحلول منتصف العام الحالي.
وذكروا أنه من المتوقع أن يزيد معدل التضخم السنوي في نهاية العام إلى أكثر من 7%، ويرجع سبب التفاؤل إلى عودة الثقة للشركات في الولايات المتحدة وأوروبا. ويتوقع المعهدان نمواً اقتصادياً بنسبة تتراوح بين 0.3% إلى 1.8% لهذه السنتين، فيما توقع انخفاض التضخم إلى أكثر من 3.5 العام المقبل. توفي رجلان بسبب حادث في موقع بناء في الحي 23 في مدينة فيينا بعد سقوط رافعة عليهم أثناء العمل. ووفقا للشرطة، كان رئيس الشركة يعمل مع عامل آخر في سلة رافعة تعمل بمحرك كهربائي على ارتفاع 5 أمتار قبل أن تنقلب السلة ويسقط الرجلان على الأرض. وقد فشلت جهود الإنقاذ بسبب جروحهم الخطيرة، وتحقق الشرطة في أسباب وقوع الحادث خاصة مع سائق الرافعة. نهاية النشرة، أشكر لكم حسن المتابعة، ألقاكم في نشرات لاحقة، حتى ذلك الموعد دمتم بخير وإلى اللقاء.